اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم اليومي مؤشر النيل. سوينا نتعرف من خلال ارقام التحليل على اداء مؤشرات البورصه المصريه اليوم واللي غلب عليها الارتفاع، وارتفع فيها المؤشر التلاتيني، مؤشر التلاتيني بنسبه 26%، وسجل ارتفاع ل 11009 نقاط، كما صعد مؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه اي جي اكس 70 من تعاملاته بنسبه 70%، 70 من 10 او 1.3%، وسجل 2035 نقطه. الارتفاعات كمان امتدت لمؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبه 1.1%، وسجل 2980 نقطه. على صعيد القطاعات النشطه في السوق النهارده، قطاع العقارات جاء في مقدمه القطاعات الاكثر نشاطا في السوق، وكان ده بنسبة 27.4%. في المرتبة الثانية جاء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 17.2%، وقطاع الموارد الأساسية جاء في المرتبة الثالثة بين القطاعات النشط بنسبة 16.3%. السوق النهاردة رأس المال السوقي فيه ربح بنسبة 2.2 مليار جنيه، وصل ل 638 مليار جنيه بعد تولات كلية وصلت ل 1.8 مليار جنيه. خلينا ارحب بضيفي الكريم في الاستوديو الاستاذ محمد حسن علي خبير اسواق المال للتعليق والتحليل لاداء مؤشرات السوق اليوم. اهلا بيك استاذ محمد على شاشه. اهلا بحضرتك. خلينا كده نبدا حلقتنا النهارده، لكن خلينا نطلع لهذا التقرير اللي بيرصد لاداء السوق النهارده، ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم ونقرا ما دار في سوق المال اليوم. اللون الأخضر زين مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تسجيل أغلب أسهمها لارتفاعات شبه جماعية لدى إغلاق تعاملات الأحد بداية تعاملات الأسبوع. البورصة تأثرت بعمليات شراء انتقائية على الأسهم من قبل المستثمرين المصريين الأفراد، فضلا عن المستثمرين الأجانب والعرب، بينما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية نحو تسوية مراكزها المالية مع قرب نهاية الشهر. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2,200,000,000 جنيه، ليصل إلى 638,587,000,000 جنيه، بعد تداولات كلية تجاوزت 1,800,000,000 جنيه. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 صعد بنسبة 26%، وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة جيك 70 بنسبة 1.35%، وطالت موجة الارتفاعات مؤشر جيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.16%. هذا ويتوقع محللون ماليون أن تشهد البورصة المصرية أداء إيجابيا انتقائيا لحزمة من الأسهم القيادية هذا الأسبوع، بينما يضغط الأداء العرضي لسهم البنك التجاري الدولي على المؤشر الرئيسي ليتأرجح ما بين الصعود والهبوط. رجعنا لكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، وهنبدا حلقتنا النهارده في مؤشر النيل مع ضيفنا الكريم الاستاذ محمد حسن خبير اسواق المال. وزي ما تابعنا في هذا التقرير استاذ محمد، مؤشرات البورصه غلب عليها النهارده الارتفاع. لو عايزين قراءه مبدئيه وتحليليه معمقه لاسباب الصعود النهارده في مؤشرات السوق من وجهه نظر حضرتك. النهارده المؤشرات كلها اتحركت، الاي جي اكس 30 و70 وال100 كلهم طلعوا، نسب الطلوع طفيفه شويه الى حد ما. ما ننساش النهارده لحد بدايه تعاملات الاسبوع الاجانب ما بيبقوش متواجدين بشكل قوي، معظمهم يوم الاحد يعني. حركه المؤشرات طلعت بسبب القطاع العقاري هو اللي بيتحرك بنسبه طفيفه، فده اللي خلى المؤشر يتحرك شويه. انما بشكل عام هو المؤشر يعني احنا لو شفنا المؤشر السبعيني هو من بدايه السنه هو الاكثر صعودا، عد تقريبا وصل ل 60% صعودا من بدايه السنه. عندنا طبعا الاي جي اكس 100 برضو كان واصل من بدايه السنه في حدود 36%، بينما الاي جي اكس 30 هو اللي اتاثر بالازمه الكورونا القوي جدا، كان طبعا انخفاض من بدايه السنه 21%. يعني ده بشكل عام كده الصوره طيب. على المؤشر. طيب لو اخدهم بقى مؤشر مؤشر، ابدا الاول اتكلم عن المؤشر التلاتيني ومساهمته في السوق، لان عارفين طبعا المؤشر التلاتيني هو المؤشر القائد في السوق. تحليلك وقراءتك للمؤشر التلاتيني النهارده او على مستوى الجلسات القليله الماضيه.
هو المؤشر التلاتيني بعد النزول العنيف اللي حصل من أسف أزمة كورونا ووصلنا لمستويات 8000 نقطة وشوية، وارتد بقى عمل زي نطاق سعري ما بين ال 11500 وال 10500. ال 1000 نقطة دول هو بيتحرك فيهم ده على المستوى الكبير، انما على المستوى الضيق هو بيتحرك كمان ما بين ال 10800 وال 11200، يعني دول الدعم والمقاومة الصغيرين، انما الرئيسيين هم ال 10500 وال 11500، بيتحرك في النطاق ده بقاله فترة. يعني بنقول ان احنا في الفترة دي هنلاقي المؤسسات المصرية هي الاغلب اللي كانت بتشتري، لانها عندها رؤية وشايفة ان الاسعار رخيصة جدا، اسعار السوق المصري. بينما الاجانب كانوا هم اللي بيخرجوا، هم اللي بيبيعوا. طبعا لانخفاض الاسواق عندهم فكانوا بيخرجوا يخشوا الفرصة البديلة الافضل فكانوا بيتحركوا فيها. بس طبعا الاسواق عندنا، السوق عندنا يعني الاسعار رخيصة جدا. ومستوى المنطقة اللي احنا فيها 11000 نقطة وهو ثبات المؤشر على المنطقة دي ما زال يعني النطاق بقى ضيق قوي. يعني بنقول ان احنا ممكن نشوف مع اي انطلاق او اي كسر مستوى 11500 احنا ممكن نشوف ارقام كويسة جدا في مع نهاية السنة دي ان شاء الله. طيب المؤشر السبعيني هو الاخر ليه دور كبير، بتتابعه ازاي؟ المؤشر السبعيني اتحرك زي ما قلنا حركة كبيرة جدا، وصلنا ل 60% تقريبا من بداية السنة. حصل يعني طبعا الطفره القويه بسبب قطاعات معينه، منها قطاع التكنولوجيا. قطاع التكنولوجيا هو طلع بطلعه قويه جدا. عندنا القطاع المؤشر السبعيني وصل ل 2035، طبعا مستويات جديده عمرنا ما شفناهاش قبل كده في المؤشر. عندنا نقط الدعم بتاعته ال 1830 سوري، دي نقطة الدعم بتاعت المؤشر السبعيني. احنا ممكن يعني لو نزلنا مش هننزل اكتر منها ان شاء الله. طيب استاذ محمد، كنا بنتكلم عن المؤشر الثلاثين ومؤشر السبعيني، خليني اكلم حضرتك عن توقعاتك للمؤشر المئة الاوسع نطاقا المفروض على مستويات السوق في الفترة اللي جاية، وهو طبعا حقق طفرات كبيرة في الفترة الماضية. المؤشر 100 هو حقق الطفرات دي بسبب بفضل المؤشر السبعيني. يعني هو المؤشر المية هو مجموع الأسهم 30 والسبعين على بعض، بس طريقة احتسابه بتبقى مختلفة شوية عن الثلاثين. فهو نتيجة الايه يعني الطلعة اللي هو حصلها من أول السنة اللي هي 36% دي نتيجة الطلعة بتاعة المؤشر السبعيني. فخلينا نركز أكتر على المؤشرات التانية. إن المية مش بيبقى يعني محدش بيبص للأرقام وكام قد ما الناس كلها بتبص على ال 30 وال 70. تمام. طيب خلينا بقى نرجع تاني كده ونتكلم عن الفترة الأخيرة. كان في شهادات كتيرة جدا من المؤسسات الدولية، شهادة في الاقتصاد المصري وجدواه ودعوة كتير من الشركات للاستثمار في البورصة أو في الاقتصاد المصري بشكل عام. الأسباب اللي أدت للحفاظ على هذه الوتيرة والإشادة الدولية بالاقتصاد المصري؟ طبعا بعد الاصلاح الاقتصادي اللي شفناه في 2016 واللي حصل في من تطور في الاقتصاد، والفايده ارتفعت بعد كده، بدات تم الدنيا اتظبطت شويه، بدات تنخفض تاني. كل الاصلاح الاقتصادي ده طبيعي هياثر على المؤسسات الدوليه انها تشوف الاقتصاد بتاعنا بشكل تاني. موديس وفيتش مثلا هم اخر تقريرين طالعين اللي هم بي بلس مع نظره مستقبليه مستقرة. فطبعا دي إشادة إن الاقتصاد في مصر في مرحلة أحسن، في مرحلة كويسة. فبالتالي إحنا شايفين إن إحنا نقدر اقتصادنا يبقى أفضل، نقدر نجتذب أجانب أكتر بشكل أكبر في الفترة الجاية مع استقرار الأوضاع في مصر. ده نتيجة الإصلاح الاقتصادي اللي حصل يعني خلال الفترة اللي فاتت. طيب في الفترة برضو الأخيرة أستاذ محمد، في إعادة فرض للقيود المرتبطة بكورونا، وفي ربما يكون في ضربه للاقتصاد العالمي في الفتره اللي جايه، لانه في كلام كتير عنه. احنا بنتكلم دلوقتي عن تاثير كورونا المباشر على الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد المصري. تمام. تاثير كورونا في المرحله الاولى او في الموجه الاولى هو كان التاثير القوي اللي محدش كان شايف ايه اللي هيحصل قدام، محدش كان واخد باله احنا ممكن يعني هيجرى ايه بعد كده، محدش كان شايف حاجه. النهاردة الموجة التانية للكورونا اعتقد ان هي هتكون اقل حدية على الاسواق. ليه ده؟ لان احنا خلاص شفنا اللي حصل في الموجة الاولى، العنف اللي حصل، الوفيات اللي حصلت نتائج.
نضيف على ده في الموجة الثانية اللقاحات اللي بدأت تطلع، بالتالي هتبدأ تهدي شوية من الأمور. يعني زي ما سمعنا امبارح أو أول امبارح إن في 22 مليون لقاح جاهزين، ل 44 مليون لقاح 44 جاهزين ل 22 مليون مواطن أمريكي. خاصة إن أمريكا أصلا من أكبر الدول من أكبر أولى الدول اللي حصل في عدد وفيات وعدد عندها أعداد كبيرة جدا. فلما نشوف ده ويجيب نتيجة أعتقد إن الدنيا هتبدأ تهدى شوية من الموجة التانية اللي احنا شغلينا فيها دي. طيب احنا بالنسبة لنا احنا بقى في مصر في البورصة المصرية، العوامل اللي الحكومة اتخذتها الفترة الأخيرة كتيرة جدا، عوامل الجذب ده اللي بتكلم عنه، يعني نلقي الضوء عليه. ايه هي الأسباب أو الحاجات الرئيسية اللي من شأنها ان احنا نجتذب عملاء جدد لسوق المال المصري؟ طبعا تخفيض الفايدة اللي بيحصل في الفترة اللي فاتت ده شيء إيجابي جدا على سوق المال المصري، بيجتذب في حين ان ما زال لحد النهاردة الأجانب بتخش في أدوات الدخل الثابت. يعني شايفين النهاردة كان في شراء قوي جدا في السندات من الأجانب، فده بيدي انطباع كويس لمصر ان في مستثمر اجنبي داخل. هو داخل النهارده في السندات لان هو شايف ان السندات حاجه امنه، بس هو شايف مصر امن من انه عشان كده هو دخل مصر اصلا. فبالتالي في الفتره الجايه مع انخفاض الفايده ممكن مره تاني ده ممكن نشوف دخول كويس جدا في الاسهم المصريه. زي ما قلنا في الاول هي الاسعار رخيصه جدا، فنقدر نخش ونقدر يبقى في فلوس كتيره جدا في الاسهم المصريه تقدر تاخدنا ونطلع بيها الارقام زي يعني احسن من 2018 كمان. طيب كويس، نتمنى الرجوع لده يا استاذ محمد. عايز اتكلم مع حضرتك كمان عن الطروحات الحكوميه، كثر الحديث عنها والسوق في احتياجها، ودي هيكون من شانها ان هي يعني هتساعد في عوده مجددا للسوق لاستعادة نشاطه مره ثانيه. الطروحات الحكوميه بقى ايه المنتظر منها وبتتابعها ازاي؟ الطروحات الحكوميه هي يعني هي اللي هتجيب الاجانب. يعني زي ما بنقول ايه الاجانب هي يعني احنا عايزين بضاعه في السوق. السوق ما فيهوش بضاعه. يعني احنا لو كنا شفنا في 2008 و2009 كان في اسهم ذات قيمه عاليه جدا اللي كان زي اوراسكومات اللي كانت موجوده في زمان. النهارده مش موجوده، في اسهم كتيره خرجت. فاحنا محتاجين شركات بنفس القوه زي ما احنا سامعين. يعني الطروحات الحكوميه في شركه ام بي، بنك القاهره، شركات، ودي مؤسسة المفروض ان هي مؤسسة ناجحة وكبيرة، مؤسسات كبيرة وناجحة وقوية تقدر تجتذب مستثمرين اقوياء جدا في السوق، خاصة انبي. يعني انبي لو اطرحت اهم حاجة بس التوقيت المناسب. التوقيت المناسب، التوقيت المناسب. طيب ازاي نقدر نختار التوقيت المناسب؟ عشان كل خبراءنا الاقتصاديين دايما بيتكلموا في الجزئية دي. والله هو بالتسويق الجيد، يعني احنا نسوق لها جيدا في الفترة الجاية. اعتقد ان احنا زي ما حصل في السعوديه ارامكو لمت ارقام كبيره جدا جدا ونسبه طرح ضعيفه جدا، يعني كانت تكون 1% تقريبا، مش 10% ولا 20% من 1 أو 2% من الشركه يعني. ولمت فلوس كبيره جدا. ارامكو من اكبر الشركات في العالم يعني. فاحنا لو عندنا شركه بنفس القوه دي اعتقد ان انبي هي يعني بالنسبه لمصر هي كبيره. لا شركه قويه طبعا جداً. ليها حاجات كتير، ليها حجم قوي جدا. اعتقد في طرحها اعتقد ان هي هتكون مفيدة جدا للسوق يعني. طيب انا عايز ارجع تاني للسوق، لانه السوق النهاردة كان فيه حاجات كتيرة وهي متعلقة بالارتفاع اللي شفناه في بعض القطاعات. القطاع العقاري كان متصدر، لكن انا عايز حابة اكلم مع حضرتك عن جزئية ليها علاقة بده، ارتفاع سعر الدولار وتأثيره والمعادن النفيسة كلها. النهاردة كان فيه برضو في انخفاض في المعدن النفيس وفي ايضا انخفاض في الدولار مقابل الجنيه المصري. الاسباب اللي ادت لده في الفترة الاخيرة، الاسباب اللي ادت لانخفاض الذهب مثلا والفضه المعادن النفيسه عامه كانت نتيجه صعود السوق الامريكي. صعود السوق الامريكي ووصل لمستويات جديده عليه اللي هو فوق ال 30,000 نقطه، خلت الذهب يكسر ال 1850 دولار للوية ونزل النهارده 1800 النهارده. هو اخر حاجه كان 1700 وشويه. لسه ما اشتغلش وما عداش ال 1800 النهارده اقصد. لا لسه هو 1700 وشويه، 1750 تقريبا. طبعا هو ده مستوى دعم قوي جدا للذهب، بس هل هيقدر يستمر ولا لا، هيقدر يقاوم ويطلع منه ولا لا، هنشوف الفتره الجايه بناء على السوق الامريكي هيقدر يكمل ولا هينزل من المناطق دي، هيبقى في تصحيح من المناطق دي. فطبعا ده بيأثر بشكل عندنا طبعا بشكل مباشر. احنا تقريبا يعني احنا ما بنطلعش زي السوق الامريكي انما بننزل معاه. انا نفسي ارجع تاني للسنه اللي فاتت، كان ضيوفنا بنتكلم مع معاهم جميعا ووصلنا لقمم تاريخيه 18000 و19000.
انا محتاج ده دلوقتي، هل في القريب العاجل او في المدى المنظور هنقدر نرجع للقمم دي تاني ونحققها ولا لسه شويه عليها؟ اقول لحضرتك احنا ما وصلنا ل 18000 هو كان مجرد تصحيح لسعر الدولار، يعني الدولار كان ب 8 جنيه بقى ب 17 18 جنيه، فاحنا بنعادل السعر بس مش اكتر. انما النهارده احنا بنشتري في قوه شرائيه في السوق موجوده ظاهره خاصه في المؤسسات، بتشتري في اسعار يعني متدنيه جدا، في حين ان المؤشر ما كانش زي 2016. لا طبعا تمام. فبالتالي يعني احنا لو طلع يعني ما نطلع الفتره دي هيكون طلوع حقيقي، مش مجرد طلوع عشان تعديل سعر الدولار، هيكون طلوع حقيقي في الفتره الجايه. طيب في الاخر بقى انا محتاج اخد منك يعني نظره مستقبليه او تفاؤليه لتوقعاتك المستقبليه في سوق المال المصري. والله ان شاء الله يعني متوقع ان احنا المنطقه دي هتكون منطقه دعم قويه جدا، هي من 10.5 ل 11.5 هتكون يعني هنفتكرها بعد كده في السنين الجايه، مش كمستويات دعم قويه جدا. اعتقد ان احنا ان شاء الله نقدر نكسر ال 11500 على اخر السنه دي. في الحالة دي هنكون مع بداية السنة الجديدة بنطلع طلعات قوية جدا، وطلعات على أساس على مشترين حقيقيين، مش مجرد تعديل أسعار. تمام. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتني أستاذ محمد حسن علي خبير أسواق المال، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام، انتهت حلقتنا النهاردة من برنامج مؤشر النيل، غدا حلقة جديدة وفريق عمل جديد، تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.